أبي بنعيمة من مكناس مقترحة علينا دائما تميز في الأطباق. لالا نعيمة صباح الخير. صباح الفل وياسمين حبيبتي. واقول الحفيظه هذا الشيء سيتي الحبايب يقول لك تساليو معايا حبيبتي كتساليو معايا جميله جميله حبيبتي. صباح في هذا النهار العظيم عند الله حبيبتي وصباحكم مبروك وسنه سعيده وهجريه تدخل بالصحه وبالسلامه عليكم وعلى وليداتنا ووليدات المسلمين والامه الاسلاميه كلها. السلم والسلام والهنا والهنا حبيبتي. يا رب لاله نعيمه يا رب. مرت عندك دخول مدرسه نعيمه تهنيك شويه. ما كاين فياق بكري ما كاين فطور ما كاين سجاد. لا فيقين انتي انت اللي كتفيقين انتي خصك العصا خديتي بكري. الله يخليك انت الله يحفظك بعض الضحكه ديالك انت يخليك بركه وداك الشيء بعض الضحكه ديالك وهذا حبيبتي يعطيك الربا. ايوا كيفاش كتدبري العشيوات نعم سيدي وكيفاش كيكونوا الغديوات ديال نعيمه وهي الراس في الراس مع الراس جل لاله نعيمه. يا الله كاين الاول لا العشاء ما كاينش ما كاينش بقى شي اللي بغى شي حاجه بقى شي حويجه من الغداء راه كياكلها الود والعشاء انا والراجل ما كاينش شي خفيف وصافي. حليبة أو جبينة ولا هذه صافي بارك ما كان ولا شريبة ولا ولا شريبة ولا أي صافي صافي حبيبتي. وشنو الغداء شنو كاين لي كراتان ضروري كتكتب؟ لا والغداء الغداء كيكون معمر الغداء كيكون شويه زويون كي بحال البارح انت مولات الخير درت لهم المروزيه عاد درتها هنا البارح. المروزيه درتها وهذه درتها هذه. شنو تقترحي علينا كطبق؟ دابا غادا نعطيك طبق اللي اللحم باقي عراضه كتجي بريستيج مزيانه الشفرجل تيجي داك الشيء طبق مهم هما وشان. يلا حبيبتي اللحم اللحم على قدر المستطاع الانسان شحال ما بغى. اييه اه والعطريه ديالو حبيبتي البزار مثلا نديرو جوج كيلو ديال اللحم ولا كيلو ونص غنمي. البزار حبيبتي دير معلقه مخلوط بيض وكحل. ابزار كحل وبيض. معلقه صغيره معلقه صغيره. واخا اها. لحقاش تيبغي العطريه شويه زايده باش تيجي ملبي. واخا. معلقه سكينجبير عامره. معلقه سكينجبير. معلقه الخرقوم. اييه. عندها الزعفران الحر ديالو ما عندهاش بلاش. واخا الزعفران اييه. معلقة صغيرة السمن ما عمرهاش بزاف ولا دير نص معلقة. السمن اييه اها. والبصلة جوج بصلات كبار أو ثلاثة متوسطين. جوج بصلات شلدهم. كبار مشلضين. ونعطيك واحد النصيحة البصلة باش ما تضرش في العين ملي تجي تقطعها ذاك الراس اللي كنقبطو منه نعلقو تنقيها وذاك القاع ديالها ما تحيدوش. ومني جيت تقطعها ما تضرهاش في عينيها. ها هي نصيحة. واخا مزيان تبارك الله عليك. ايوا والربيع تربطو والربيع مربط. الربيع مربط اييه. عويدة القرفة اييه. والصفرجل اها جوج كيلو يكون الصفرجل وشوية اللوز واحد الرابعة اللوز وديك ربعة اللوز غادي نهزو منو واحد المعلقة نطحنو هكاك صاين خضر صحيح غادي نديروه مع المرقة كيجي زوين. واخا اذا معلقه كبيره صاينه. معلقه كبيره مطحونه والاخر غادي نسلقوه ونحمروه. واللي بقى يتطحن. لا ماشي تطحن جهه نسلقوه. يتسلق. ونحمروه. وتحمر. والبيض. اييه. والبيض هادو هما المقادير. والبيض. واخا اللحم على قدر المستطاع. أيوة. خلاص والزيت راه عارفين مخلط اللي بغا دير روميه وبغا دير خلطه ديرها. واخا اذا اللحم على قدر المستطاع العطريه عندنا معلقه صغيره ديال الابزار مخلطه كحل وبيض معلقه صغيره سكينجبير تكون عامره خرقوم كذلك معلقه عامره الزعفران الحر الا كان ولا وجد ومعلقه صغيره ديال السمن وجوج بصلات كبار مشلضين والصفرجل تقريبا واحد جوج كيلو شويه ديال اللوز تقريبا واحد رابعه ناخذ منها معلقه كبيره نطحنوها وهي خضره واللي بقى غنسلقوه وغنحمروه ياك لاله. وعندنا البيض والزيت مخلط نمشيو للطريقه تنقطو اللحم حبيبتي ونديرو ديك العطريه في جبانه هكا ونديرو معاها ميها ونشرملوه كامل. ملي نشرملوها حبيبتي صافي كتخليه واحد نص ساعه وديريه في الكوكوط ديالك. صافي وكتشحري ما كنديرش انا الملحه كنشحر ونشحر باش تدخل فيه ديك العطريه في اللحم. أيه. نشحر واحد 10 دقائق وكندير الملحه ديالي بالزويته صافي وكندير عليه الماء وكنخليه يطيب.
صفر جل وديك المعلقه ديال اللوز مطحونه بودر تطحنها معلكه باش تبان كيجي غزال كيجي هادي كيجي معلك داك المذاق ديالو زوين. اييه لوز مطحونه اييه المعلقه كبيره عامره مطحونه تنقطع حبيبتي صفر جل ديالي انا ما كان نسلقوش تنبخرو اييه صفر جل انا كنقطعو دوائر ما كنقطعوش سنانف دابا دوائر حنا غادي نديرو له تنبخرو ملي كنبخرو كندير في الماء فاني استطلع ديك النسمات فاني اييه مع تندير في الماء فاني كنبخرو ملي كيتبخر حبيبه راه الحيمه كطيب ها الصفر جل بخرناه اللوزه حبيبه كتقبطيه تنهرمشوه نطحنوه والبيض تتسلقيه وتحاولي تقطعيه في النص وتتحيدي له داك الصفر ملي كتحيدي داك الصفر ها هي المريقه كطيب الصفر جل راه هو هادي اللوز طحناه مش البيض راه مسلوق محيدي ليه الصفر اييه وداك الصفر كنهزوه ونخلطوه مع اللوز مع شويه المرقه مع اللوز اين لوز فيهم هذاك مهرمش اللوز اللي مقلي هذاك اللي مطحون درناه مع المرقه اييه باش تيلبيها باش تيلبيها هذاك صافي مشى مع الطياب هذاك مشى مع الطياب ديك المعلقه مشات مع الطياب هذاك غير خضر ومطحون اييه بقشرته وهذاك اللي محمر كنهرمشوه ها هو وكنديرو اييه كنهرمشوه وكنديروه مع صفر البيض ومعلقه المرقه باش تتكوره كي الكويرات اييه كي الكويرات وكديري منه في البيض وتديري منه في ديك الدويويره ديال الصفر جل. واخا ندير منه في داك البياض ديال البيض نعمرو بالبياض ديال البيض. اييه اييه. وفي الصفر جل صافي. وفي الصفر جل ونسيت وتخلي حبات ديال اللوز وكديرهم فوق الصفر جلات هكا مزوقين. وصلت الفكره حبيبه. هاد الطابعة ديال اللوز مسكينه ما لقات فين ترد راسها معك لاله نعيمه ما عرفت واش تمشي مع المرقه ولا تهرمش ولا مسكينه. انا قلت رابعه انا قلت رابعه واللي بغات دير ديرك. هادشي باش تسمع. واحد المره قلت مسكينه وعيطوا لي قالت لك بزاف علينا هادشي باش كتعجبوني من شويه كتردوه بزاف علينا ايه شويه شويه وكتجي شويه وهادي وبصحه وكيجي دابا الطبق تيجي هما وشان وهذاك يا حبيبتي غادي يجي رائع لاله غادي راه هما وشان بلا ديك الصفر جل ديال الزمان اللي كنديرو شنانف وهادي حتى هو الطريقه القديمه زوينه ولكن هكا الصفر جل ما تبخار ما كنسى نبخر ما كيجيش لحقاش لا درتيه في الماء كيطرخى كيطرخى وكيشرب الماء نعم يتبخر هو دوائر ولا تنبخر عاد يتبخر هو لا 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 هو دوائر تبخر الا بخرتيها زياد الا بخرتيها وهي صحيحه ما شرباش قهوه باقا ما شرباش قهوه نعيمه خليتك على خير تحياتي لك سنه سعيده والكل شيء بالطاقم كل شيء لا وعليك الى اللقاء لاله سلامه